عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. رواه مسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. رواه البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الترمذي وصححه الألباني. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. رواه البخاري ومسلم. عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البخاري ومسلم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان، رواه أحمد وصححه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره، رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين، رواه البخاري ومسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر، رواه مسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام الظهر كله، رواه مسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.